في سياق الحديث عن الفلاحة، إذا الفلاحة في قطاع الفلاحة الجزائرية تسعى الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تنويع اقتصادها، حيث اتجهت وزارة الفلاحة إلى بحث فرص التعاون مع ألمانيا بحكم تجاربها في تحريك النمو الفلاحي. تفاصيل أكثر مع إيمان عياش. أمام تهاوي أسعار النفط تسعى الجزائر إلى تنويع اقتصادها بما فيه القطاع الفلاحي الذي تعمل وزارته على بحث فرص التعاون والاستثمار مع الأجانب، خصوصا مع الألمان الذين يعتبرون قوة فلاحية. الآن فيه يعني طاقات ممكنة مع تبادل ألماني، وفيه ممكن شراكة ما بين خواص ألمانيين وخواص جزائريين تحت إشراف الحكومتين لأجل بعث هذا المزارع النموذجية. المزارع يعني متطورة و انتجري متكاملة، يعني في إطار إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب. قاعدة الاستثمار 49-51 ليست عائقا بالنسبة للمتعاملين الألمانيين، حيث أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالجزائر. Mais on veut augmenter notre entrée ici et on veut augmenter notre investissement ici. La règle, oui, c'est pas si grave si on a des bons partenaires. Ici, on peut accepter si on a des partenaires très très bons. المتعاملون في مجال الفلاحة بالجزائر رحبوا بالشراكة مع الألمان، خاصة فيما يتعلق بشعبة الحليب، غير أن مشكل الأعلاف يبقى أكبر عائق أمامهم. كي يجيبوا البقرة هنا لازم توجدوه الأعلاف. المشكل تاعو تاع الفلاحين اليوم ماشي تاع الخدمة. تدير للراس، أون بو أبورتي للراس تاع الألمان حاجة مليحة تاع الحليب. نزيدوا في الإنتاج مش الأعلاف. حاجة ما قدرش نهلفوا البقرة تاعنا. تعزيز التعاون الفلاحي بين الجزائر وألمانيا توجه آخر تخطوه الحكومة في إطار سياسة التخلص من التبعية نحو الخارج. تواصل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر لم يمنع إصرار الحكومة على شراء السلم الاجتماعي، وهو ما تجلى في رفع ميزانيات بعض الدوائر الوزارية. تقرير سوريا شعلال. في الوقت الذي قلصت فيه الحكومة السواد الأعظم من الميزانيات الوزارية، تربعت وزارتي الدفاع والتربية على عرش الميزانيات القطاعية في قانون المالية لسنة 2016، واللتين عرفتا زيادة بنسبة 6.12% و 1.64% على التوالي. كاين بعض الدوائر الوزارية التي ربما بعض العمليات التي لا تحتاج إلى إطلاقها في هذه السنة. تقلصت بعض الأمور المتعلقة ببعض الأعمال غير مجدية ربما أو أصبحت غير نافعة، ربما يكون فيها كاين بعض الوزارات السيادية، يعني كاين بعض الأمور اللي يعني ممكن حتى التخفيض هذا، يعني الوزارة اتخذت يعني إجراءات أخرى من أجل تغطية هذه الأمور، لأن الأمر يعني متعلق بالمواطن. رفعوا بعض الميزانيات في مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي اتجهت معظم مضامينه إلى ترشيد النفقات، يضم إلى أساليب الحكومة لمواصلة شراء السلم الاجتماعي. محليا، باعتبار ولاية غليزان ولاية فلاحية بامتياز، استفاد شبابها من الحصة الكبيرة من المشاريع الفلاحية في أجهزة الدعم المختلفة كجهاز دعم تشغيل الشباب أنساج وصندوق التأمين عن البطالة الكناك. حمزة زروقي ونجمة بوكرش والتفاصيل. طابع ولاية غليزان الفلاحي وتوفرها على كل الإمكانيات جعل شبابها يستفيدون من حصة الأسد في جملة المشاريع الخاصة بالنشاط الفلاحي في أجهزة الدعم المختلفة كالأنساج وصندوق التأمين عن البطالة كناك. الولاية أنها تطابع فلاحي رعوي محض، إذا فنجد بأن هذا القطاع هو اللي يأتي على رأس الأنشطة، وخصوصا تربية المواشي من أغنام ومن أبقار وفي القطاع الفلاحي بشكل عام. أزيد من 45 مشروعا فلاحيا موله صندوق التأمين عن البطالة كناك، وأزيد من 70 مشروعا موله لونساج،
لتبقى بدرجة أقل مشاريع البناء ومؤسسات مصغرة نشطة في مجالات الصناعات التحويلية. مولنا في البناء والأشغال العمومية 15 مشروع، الصناعة 34 مشروع، الخدمات 170 مشروع، الحرف 35 مشروع، والفلاحة والصيد 70 مشروع. هي تسهيلات يقدمها بنك التنمية الفلاحية، ما ينبغي على الدولة مرافقة جميع هذه المشاريع الفلاحية لضمان اندماج أفضل للشباب والرقي بالقطاع الفلاحي التي تولي له الدولة الأهمية الكبيرة. محليا دائما، حققت ولاية سكيكدة هذه السنة المرتبة الثانية وطنيا في شعبة العسل التي أصبحت توفر مناصب عمل كثيرة، لكن بالمقابل يبقى العقار الفلاحي هاجز النحالين وعائق أمام تطوير نشاطهم وتوسيعه. محمد حمادة. حققت ولاية سكيكدة هذه السنة المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنتاج العسل، حيث فاق إنتاج هذه الشعبة التي توفر أكثر من 3000 منصب شغل دائم 6000 قنطار. يعني يعتبر الولاية رقم 2 على مستوى الوطني في إنتاج العسل، شعبة اللي توظف ما يفوق 3000 منصب شغل، هذا منصب شغل دائم، والقيمة يعني الإجمالية للإنتاج تفوق 200 مليار. ورغم هذه النتيجة الجيدة إلا أن النحالون يعملون في توسيع نشاطهم وتطويره بخلق مناطق جديدة. والله شغل سمى الدعم المادي هذاك شغل ما كاين باش تشري الأجهزة، ولا المكان هو اللي غير متواجد، المكان تاع باش تحط النحل تاعك هو اللي ما كانش. ما عندناش المناطق باش نحطوا النحل باش نديروا إنتاج متنوع من العسل، كما نقولوا العسل المر، العسل عسل تاع الحمضيات. القائمون على القطاع عبروا عن استعدادهم لمرافقة النحالين. نظن مشكلة تاع العقار ما طرحش بصفة، وإذا كان عندهم مشاكل يعني تاع يعني من هذا الجانب ما عليهم إلا التقرب بالمصالح يعني المعنية حتى نساعدوهم ونرافقهم في العملية. القضاء على مشكلة العقار الفلاحي من شأنه تحسين إنتاج الولاية، ومن ثم احتلال المرتبة الأولى وطنياً.